اهلا بيكم في فيديو جديد ولسته جديده هنتكلم فيها عن اكتر 10 برفانات ممكن تشتريها في 2022. 2022 سنه جديده، بس في برفانات من السنين اللي فاتت لسه برضو معلمه في السوق في الوقت الحالي، وانصحك بشده ان انت تحطهم في اعتبارك. وفعلا لو عايز تستثمر فلوسك في برفان محترم جدا، حاول ان انت تحط واحد من العشر برفانات اللي انا هذكرها دي في اعتبارك. المهم قبل ما ابتدي، يا ريت لو مش عامل سبسكرايب يا ريت ترزعني واحده سبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها واعمل لها ريفيو، او في برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل او انصحك انك تجيب مين فيهم. دلوقتي برضو الخنفاري بقى على انستجرام، والخنفاري بقى ليه ويب سايت، هسيب لك كل حاجه تحت في الديسكريبشن. انزل ودعبس والعب وعيش حياتك وشوف اللي يناسبك، ويلا بينا نبتدي الفيديو. نبتدي الفيديو النهارده بالبرفان رقم 10 معايا، رصاصي لا يقاوم. رصاصي لا يقاوم ده من البرفانات اللي انا اتكلمت عنها مرارا وتكرارا، وبصراحه من الحاجات الجميله جدا. يعتبر بديل لتوم فورد تاسكن ليزر بسعر تقريبا خمس السعر ولا حاجه. توم فورد تاسكن ليزر معدي ال $250 مستريح، ولكن رصاصي لا يقاوم بتلاقيه تقريبا ب $65 ولا حاجه. فالبرفان فعلا يعني في فرق شاسع في السعر. البرفان برفان جميل جدا، التشابهات فيه رهيبه لدرجه كبيره قوي مع توم فورد تاسكن ليزر. الاداء مش هقول لك ان هو احسن من توم فورد بصراحه، الاداء يعني يمكن اقول اقل سنه، ولكن في مقابل ان انت بتوفر خمس السعر، او يعني بتدفع خمس السعر بس، فانت صدقني بتاخد صفقه رابحه بكل المقاييس. انصحك بشده ان انت تجربه. رصاصي بيقدموا حاجات محترمه جدا جدا، ولا يقاوم في التوب 3 حتى من عندهم. نروح للبرفان رقم 9 معايا في الليسته دي، معايا برفوم دي مارلي كارلايل. كارلايل ده بالنسبه لي انا بحبه اكتر من اي حاجه تانية هم بيقدموها. في ناس بيحبوا ليتن، في ناس بيحبوا بيجاسوس، في ناس بيحبوا سيدلي، في ناس بيحبوا كلان، في ناس بيحبوا حاجات كتير جدا من برفوم دي مارلي، ولكن البرفوم دي مارلي كارلايل بالنسبه لي انا ده بصراحه توب اوف ذا توب. ده هتلاقي يعني مش هتلاقي زيه تاني. برفان جودته رائعه، برفان ماس ابيلينج، برفان ليه شخصيته، برفان قوي في الاداء، فواح، برفان ممتاز بكل المقاييس. انا عارف ان هو غالي شويتين ثلاثه، ولكن صدقني يستاهل كل مليم من ثمنه. ولو فعلا عندك القدره الماديه انك تجيبه، انصحك بشده ان انت تتوكل على الله وتجيبه، لان هو هيعجبك بكل المقاييس. نروح للبرفان رقم 8 معايا في الليسته دي، معايا انيشيو عود فور جريتنس. انيشيو بشكل عام يعني ماركه محترمه، قدموا عود فور هابينس وقدموا عود فور جريتنس. انا بالنسبه لي عود فور جريتنس تحس ان هو يعني ايه افضل بالنسبه لي انا، بس ممكن تجرب عود فور هابينس. ممكن اخصص فيديو اقارن ايه الفرق ما بين البرفانين دول، حتى الشكل الباكجينج يعني متشابه بدرجه كبيره، والبرفانات فيها تشابه كبير. بس بشكل عام عود فور جريتنس ممكن تستخدمه لو انت عايز تدخل عالم العود يعني، او انت من محبي العود. ولكن خلي بالك ان نوتة العود مش كل الناس بتتقبلها، مش كل الناس بتتأقلم معاها، فحاول ان انت يعني تخليك حذر شوية قبل ما تتهور وتجيب البرفان ده، لان هو سعره غالي شويتين ثلاثة. نروح للبرفان رقم 7 معايا في الليسته دي، معايا بلو دو شانيل من شانيل. بلو دو شانيل ده من الحاجات الرائعه اللي شانيل قدمتها، ويمكن هو افضل برفان رجالي في الوقت الحالي عند شانيل. ايقونه بكل المقاييس يعني، البرفان ده فعلا ماستر بيس، البرفان ده تحفه فنيه. انا عارف ان الناس كتير بقت عارفاه، وابتدى ان هو يتقلد كتير، وناس كتير بقت يعني تلبسه في كل حته، وفي فرصه كبيره ان انت هتلاقي ناس كتير حواليك عارفاه ومجرباه قبل كده. ولكن ده مش معناه ان البرفان وحش، مش زي ديور سافاج. ديور سافاج بصراحه من البرفانات اللي انا ما بحبهاش قوي، او مش هقول ما بحبهاش، ديور سافاج مش من البرفانات اللي مستاهله الضجه دي كلها بصراحه يعني. هو بس ايه توفيق من ربنا ان هو البرفان سرحت شرخ معاه جامد كده. ولكن بلو دي شانيل بالنسبه لي ارقى بكتير، ريحته احسن بكتير، الاداء بتاعه كويس، الفاليو فور ماني برده اللي انت بتدفعها، او القيمه اللي انت بتدفعها في البرفان ده بتاخد قيمه كويسه في المقابل. فانا نصيحتي ليك خليك في البلو دي شانيل، وخليك في تركيز الاي دي تي الاودو تواليت، هيعجبك جدا وهيعجبك كل حاجه بيقدمها لك. نروح للبرفان رقم 6 معايا في الليسته دي، معايا نيشاني هاسيفات، او نيشاني هاسيفات معرفش بتتنطق ازاي. بس البرفان ده بصراحه من افضل البدائل لكريد افنتوس لو مش هتتكلم على بدائل رخيصه. البدائل الرخيصه افضل حاجه هي المون بلو اكسبلورر والارماف كلاب دنوي، ولكن لو عايز تعلى بالجوده اكتر من كده ممكن تروح على نيشاني هاسيفات. هتلاقي ان البرفان فيه تشابه بدرجه كافيه جدا من الكريد افنتوس، هتلاقي البرفان جاي لك تقريبا بنص ثمن كريد افنتوس، ولكن البرفان بيدي لك اداء محترم قوي. البرفان بشكل عام بيدي لك يعني ايه حاجه جودتها عاليه، وتحس فعلا بالفخامه وانت بتحط البرفان ده. بس نصيحتي ليك جربه الاول قبل ما تجيبه، لان انت برده ممكن تلاقي في حاجات بديله ليه ارخص بكتير قوي في السوق، زي مون بلو اكسبلورر، زي كلاب دنوي انتنس من ارماف. ولكن بشكل عام انت تقرر في الاخر اذا كنت عايز تجيب جوده، ولا عايز تجيب ماركه، ولا عايز تجيب ازازه، ولا عايز تجيب ايه بالظبط. رتب انت اولوياتك في البرفان على حسب اختياراتك، ولكن ده من الحاجات اللي بصراحه لازم احطها في الليسته دي. نروح للبرفان رقم 5 معايا في الليسته دي، معايا توم فورد
اومبري ليزر. توم فورد اومبري ليزر ده من الحاجات الجميله جدا 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 من توم فورد، يمكن من افضل الحاجات اللي توم فورد بتقدمها في الوقت الحالي. لو انت عايز تبقى يعني ريحتك جلد ولكن سكسي قوي ممتع قوي اللي حواليك، ممكن تحط ده. لو انت بتلبس جواكت جلد كتير، ده يبقى كومبلمنت كويس قوي للستايل العام بتاعك. من الحاجات الرائعه جدا اللي توم فورد قدموها، سعره غالي شويتين ثلاثه ولكن صدقني يستاهل كل مليم يدفع فيه. نروح على البرفان رقم 4 معايا في الليسته دي، معايا ديور اوم انتنس. ديور اوم انتنس فيه، خلينا نتوقف هنا شويه، في منه نسخه 2020 او الفيرجن بتاع 2020، وفي الباتشات القديمه اللي قبل كده. نصيحتي ليك خليك في الباتشات القديمه، ولكن في ناس بتحب ال 2020 جدا، في ناس معتبره ان هو افضل بكتير من القديم. هي كلها اذواق وكلها اراء، زيها زي الهدوم، زيها زي البرفانات، زيها زي الاكل، كل واحد بيحب حاجه بتريحه. ولكن بشكل عام ديور اوم انتنس ايا كان اللي هتجيبه ايه، صدقني هيعجبك جدا ريحته، هيعجبك الستايل العام بتاعه، وده فعلا من الحاجات اللي تستاهل فلوسك ان انت تستثمر فيها في 2022. نروح البرفان رقم 3 معايا في الليسته دي، معايا دولسي اند جابانا ذا 1 اي بي. البرفان ده انا مش عايز اتكلم كتير عنه، يعني انا اتكلمت عنه بما فيه كفايه، اتشتمت بسببه بما فيه كفايه، كل مره بذكره كل مره الناس تقول لي كفايه كلام عنه. البرفان ده فعلا من افضل واحسن البرفانات اللي ممكن تتخيلها في حياتك، وفعلا دايما هفضل اقولها، لو ما جربتوش قبل كده فايتك كتير جدا. انزل جربه في اي محل او مول جنبك وشوف اللي هيحصل معاك، واكتب لي في الكومنتات ايه رايك فيه. نروح البرفان رقم 2 معايا في الليسته دي، معايا فيرزاتشي ايروس. فيرزاتشي ايروس انا مسميه المجنون. البرفان ده مجنون بكل المقاييس، برفان خارج عن المألوف تماما، برفان فيه ليمون ونعناع وتفاح ومسكر وعامل دوشه، وبرفان بص تحس ان فيه لخبطه. في منه 3 فيرجنز، في الاي دي تي والاي دي بي والبرفوم. نصيحتي ليك كالاتي، لو انت هتجيب باتش جديد من البرفان ده، هات الاي دي بي اودو بارفوم. لو هتجيب باتشات قديمه قبل 2017، او لو وقعت في باتشات قديمه قبل 2017، خليك في الاودو تواليت، في الاي دي تي. دول احسن حاجات ممكن تجيبها في الوقت الحالي. عايز تجيب البرفان براحتك، عايز تجيب الاي دي بي براحتك، انت حر، ولكن بشكل عام ده تصنيفي ليه، وده النصيحه اللي انا اقدر اقولها لك. نروح البرفان رقم 1 معايا في الليسته دي، معايا ارميز اتش 24. البرفان ده لسه نازل السنه اللي فاتت في 2021، ويعني عملت له ريفيو خاص لوحده ممكن تتفرج عليه، ولكن يبدو ان هو مع الوقت بيبتدي يثبت جداره، مع الوقت بيبتدي الناس ان هي تلتفت ليه، مع الوقت هيكتسح السوق، ويمكن هيسحب البساط من حاجات كتير. مشكله البرفان ده سعره غالي شويه، ولكن الجوده بتاعته عاليه. البرفان حتى بالرغم ان هو صناعي، برفان صناعي، ولكن البرفان ريحته جميله جدا، نقاؤه كويس قوي، كل حاجه فيه كويسه، وانصحك بشده ان انت تجربه او تحطه في اعتبارك على الاقل، لان ده من الحاجات الجميله جدا اللي هيرميز قدموها السنه اللي فاتت. ويعني لو ما جربتوش انصحك ان انت تنزل تجربه، في احتمال كبير جدا ان هو يعجبك.